ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعتبر مواطنون مساء أمس الأربعاء في منطقة التاغية نيت بولمان ضواحي الظلال على جثة شخص كان في حالة اختفاء قبل 3 أيام، حيث كان في طريق عودته من السوق الأسبوعي بالتكلفة مشيا على الأقدام. وذكرت مصادر محلية أن الهالك لقي مصرعه متجمدا بالبرد بسبب عاصفة ثلجية باغتته قبل وصوله إلى منزله بعد انحرافه عن الطريق في منطقة بوتمسلي. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية فور علمها بالخبر استنفرت عناصرها وحلت في مكان الحادث، وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأزيلال قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.